القمل هذا ما كناش نسمعوا به، رانا نسمعوا به في هذه الأقسام. بهذه العبارات استقبلنا من طرف أولياء تلاميذ مدرسة حبار محمد المتواجدة في منطقة الحباير ببلدية الشطيف ولاية شلف، أولياء يشكون من انتشار القمل والبعوض في رؤوس أطفالهم. فيهم القملة، فيهم الباقة، عمال النظافة ما كانش في هذه المؤسسة. الذين نطالبوا في إعادة بناء هذه الأقسام بتعويضها بست أقسام. راهم يسموهم أمراض كثيرة، أولادنا راهم يعانوا، قلنا راهم يعانوا من القمل. 2018 مازال عندنا البق في أولادنا. مشاكل هؤلاء التلاميذ لم تقف عند هذا الحد، بل داروهم بريفابريكي، ستادير هذه الأقسام راهم يقطروا منه. الأولاد وين يقراوا؟ من ضربة تاع الزنزلة راهم هدمة قاعدين هكاك، ما بغاوش والتدفئة المدرسية ما كاش. التلاميذ أنهم يقراوا بقسم الدوامين، على هذا نطلب من المسؤولين أن يسرعوا في ترميم هذول الأقسام القديمة وبناء أقسام جديدة. هذا بينا يبنوا لنا مدرسة جديدة، وكتح أنه دائما تطيح علينا الأمطار وما تخلوناش نقراوا. مدرسة حبار محمد ما هي إلا عينة، فمثيلتها كثر في جزائرنا العميقة، والضحية في كل مرة هو التلميذ، فحري إذن بالجهات الوصية التحرك والتدخل.